الامارات للكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازيك يا سيد؟ الشحن خلص ولا ايه؟ من شويه كلمناك التليفون قطع. لا الشحن خلص. اخبارك ايه؟ معلش. الامور كويسه؟ المعسكر ماشي كويس يا كابتن سيد في الامارات؟ الحمد لله رب. يعني الحمد لله. طبعا انت عارف كل فتره كده بيبقى لها اهداف معينه، فيا رب ان شاء الله احنا نحقق اهدافنا في المعسكر ده باذن الله، ونرجع لانها بطوله الدوري ان شاء الله يعني بشكل الطف واحسن. الحمد لله، يعني المعسكر كويس، الملاعب، الفندق، كل حاجه اعتقد. يعني انا جبنا لقطات من شويه لقاءات مع حضرتك والكابتن زيزو والجهاز الفني، الامور كويسه، يعني الكل بيشيد بالمعسكر لغايه دلوقتي. الحمد لله لحد دلوقتي الدنيا كويسه. الحمد لله. طب سيد، خلاص استقريتوا على مباراه دبي يوم الاربعاء ان شاء الله، يوم 2 ديسمبر؟ باذن الله تعالى على ملعب نادي دبي باذن الله، هتبقى تقريبا في توقيت مصر كده الساعه 4 الساعه 6 التوقيت هنا. ان شاء الله الرحمن يعني باذن الله تعالى. ان شاء الله. اشمعنى اخترت دبي يعني، ولا هو ده المتاح؟ دبي فريق كويس على فكره، لسه كان بيلعب في الدوري الممتاز السنه اللي فاتت وهبط. والله يعني بص، احنا الحاجات اللي كانت مطلوبه في التكريم هي اقامه معسكر، ده الهدف الاهم. أيوة. في الفتره ديت، وبعد كده كان عندنا مباراتين من خلال المعسكر يعني. المباراه الاولى يعني على مستوى معين، والمباراه الثانيه تبقى على مستوى ثاني. عارف ان اللعيبه كلها مش منظمه، كلها جايه من فتره راحه طويله. لعيبه حتى المنتخب الاول على مدار 3 سنين او بعد في النادي الاهلي على مدار 3 سنين ما خدوش حوالي 11 يوم اجازه سلبيه زي اللي خدوها. ايوه. طبعا انت جاي بعد فتره راحه بتبدل لبعض اللعيبه 12 يوم كمان. وضع طبيعي ان انت تبقى في تضارب في المستوى اللي هتلعب. طبعا طبعا صح. بالظبط. اول تدريبه كانت يوم 26، وبعد كده امبارح خدنا تدريب السفر كده، والنهارده هو تدريب بين الصبح بعد الظهر، فطبيعي جدا ان يبقى في تضارب في المستوى اللي هتبدا. سمعنا كده ان النهارده في اصابات كده بسيطه لاحمد الشيخ، وايفونا برضو النهارده اتمرن تدريبات تاهيليه. ايه اصابات عندك الشيخ؟ حسام حسن اللاعب الصغير كان عنده مشد في عضله السمانه، واحمد فتحي بيكمل برنامجه وصلاح مع نفس النظام، وكان ايفونا يمكن بقى له فتره في مباراه السوبر في اصابه في الانكل كده. ايوه. فالنهارده حس بيها شويه، فقلنا لا يعني بلاش ده، يعني عندك وقت كويس لحد كره الدوري، ده الاهم يعني. فبدل ما يبقى في نزول وطلوع كده على طول، لا ياخد فتره بشكل كويس، وبكره يتعمل له اشعه هو وحسام حسن احمد الشيخ. احمد الشيخ كان تعرض لكدمه كده في الجزء الخلفي من الركبه او الجزء الخارجي من الركبه، وعلى اصل الاشعه بكره ان شاء الله هيتحدد بقى الدنيا باذن الله، هي بعد الظهر او ياخد كام يوم ان شاء الله. كابتن سيد، يعني اتمنى لكم التوفيق طبعا في معسكر الامارات. لو انت حابب تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي قبل ما نقفل. لا اتمنى طبعا، اتمنى يا رب يبقى في قرار بعوده الجماهير في الفتره اللي جايه. يمكن مباراه الشباب كانت حلوه قوي يعني، المستوى الفني طبعا انت شفته، لكن احلى ما في الموضوع اللي بيخلي كره القدم ليها طعم هي تواجد الجماهير يا كابتن كريم، وانت عارف كويس طبعا. يعني بيبقى في دوافع او في احساس مختلف خالص خالص طبعا. طبعا المباريات المذاعه في التلفزيون الناس كلها بتتفرج عليها، لكن الناس اللي بتبقى موجوده في المجرد او الناس اللي موجوده في الاستاد بتخلي المباراه شكل تاني خالص في التلفزيون. اتمنى يا رب باذن الله. انت حالتك البدنيه اخبارها يا كابتن سيد؟ انا الحاله البدنيه؟ ليه يعني بالنسبه لك انت؟ اصل في ماتش هنلعبه في الامارات يوم الخميس، فعايز اعرف بس مستواك الفني والبدني كويس ولا لا؟ لو مش قادر. لو عليك اي حاله مش فارقه. الحاله البدنيه كويسه؟ انا بقول لك لو عليك انت اي حاله. لا انا يعني هلعب معاك، يعني المفروض العب معاك، فيعني مع بعض. يبقى الحاله البدنيه تفرق، الحاله البدنيه تفرق. بقول لك يا كابتن سيد، هتجيبوا السوليه معاكم الامارات وانتوا جايين، ولا هتستنوا لنهايه الموسم؟ ايه ده؟ هتجيبوا السوليه وانتوا جايين؟ السوليه في الشارقه جنبكم في نادي الشعب، هتجيبوه معاكم كده وانتوا راجعين مصر، ولا هتستنوا لنهايه الموسم؟ والله بص يا كابتن كريم، يعني الاجتهادات في الاعلام حاجه مطلوبه وصحيه ومعروفه من زمان يعني. ايوه. لكن الكوره فيها متغيرات كتير جدا يا جماعه، لازم الناس تبقى عارفه كده كويس، وانت لعيب كوره كده ما عارف كده كويس. ايوه. يعني بكره ممكن يبقى غير النهارده خالص. اكيد. ممكن الاسبوع الجاي يبقى مختلف تماما على تفكيرك النهارده. وضع طبيعي جدا في الكوره، والا كان في ناس بتبقى هي صاحبه الاهميه الاولى، وبعد كده
بعد فتره من الزمن بتبقى في المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه وبتطلع الناس وهكذا. الاولويات في المرحله دي يا كابتن كريم مش ان انت تدعم الفرقه، الاولويات ان انت تعرف قدرات الفرقه بشكل كويس قوي. ايوه. بعد كده هتقعد مع الراجل يعني بعد مثلا الكلام ده ممكن يبقى منطقي جدا في 20 12 25 12. ايوه. يعني محتاج لعيبه ايه مراكز ايه وهكذا. اعتقد ان ده الكلام الطبيعي والمنطقي ولا ايه؟ لا كلامك صح طبعا، انت كل فتره ليها اولويات، بس برضه بيبقى يعني دايما الصفقات في دماغ الاداره بيبقى انت عارف. الفتره اللي فاتت برضو احنا قلنا كلام كده ان السوليه كان واخد مقدم التعاقد من النادي الاهلي، عقده هيخلص مع نادي الشعب بنهايه الموسم، الواحد بيجتهد بنشوف التفكير ازاي داخل الجهاز الفني. فانت قلت لي انت بالظبط، انت حضرتك بتقول ان الجهاز الفني بيفكر في الفتره تطوير اداء النادي الاهلي وكيفيه معرفه اللعيبه بشكل امكانياتك وقدراتك كابتن كريم بشكل كويس قوي. انت عارف الفتره بتاعت النادي الاهلي في الوقت الحالي انت اولا الحمد لله بعد ما احنا عندنا فرقه كويسه قوي قوي، عشان تدخل حد فيها لازم يبقى صاحب شخصيه معينه، شخصيه صح. تناسب النادي الاهلي صح، وفي نفس الوقت صاحب قدرات معينه. فده كله هيبان بعد فتره. لا انا شايف حالتك البدنيه كويسه، هو جايب لك ضربات جزاء انت واحمد فتحي وتوقف الكره على دماغك وكده، يعني لا الحاله البدنيه مش وحشه. خسرت اسكت، خسرت اسكت، خسرت اسكت. احمد فتحي خد منك ايه طيب؟ تلعبوا على حاجه ولا لا؟ لا على حاجه، بس بكره بقى يعني هيتاكد يتنفي. طيب ماشي، سلامي لكل اللعيبه كابتن سيد، ودايما كده بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي. سريعا كده اقول لكم ان بكره ان شاء الله